في لاعب وانا طلبت، يعني طلبت انه يكون موجود معانا النهارده في الحلقه ولو حتى على الهاتف عشان اديله حقه وفرصه اديله حقه قبل ما يدخل معانا. صبري رحيل واحد من الاسماء الكبيره، لاعب عنده 35 سنه، لاعب في الزمالك ولاعب في الاهلي وعمل اداء رائع في كل الفرق اللي اشتغل معاها. مع الاتحاد السنه دي تحديدا عامل 3 مباريات في منتهى الروعه. المباراه الماضيه تحديدا قدام الداخليه هو كان افضل لاعب في المباراه. النهارده انا اتفرجت على المباراه تفصيلا، الشوط الثاني لوحده في 9 عرضيات لصبري رحيل، منهم 7 عرضيات صحيحه. خد بالك ده رقم كبير جدا وضخم جدا ما بيعملوش اعظم اللاعبين في الكون. صبري رحيل في البيك بتاع مستواه، ولو الاتحاد في مرحله جيده دلوقتي فله جزء كبير في اللي بيحصل في الاتحاد على المستوى الفني وعلى المستوى القيادي كونه قائد للفريق. فحبيت انه نشكره نحييه ونقول له صباح الفل يا كابتن صبري، منور الدنيا والف مليون مبروك الاداء بتاعك الشخصي واداء الاتحاد بشكل عام. كابتن صبري رحيل معانا على الهاتف. يا كابتن سامعني؟ سامع يا كابتن صبري. حبيبي يا كابتن، شكرا على الكلام الحلو اللي انت قلته ده يا كابتن. والله ده اقل من حقك. الله يخليك يا كابتن، اداء رائع وتالق مش طبيعي بصراحه. ربنا يخليك يا كابتن، مش اداء صبري بس والله، المجموعه كلها كابتن. صح صح، كل من كاداره كجهاز فني كلعيبه كجمهور. صراحه الجمهور بقى له 3 ماتشات، يعني ماتشين بالذات كمان على ارضنا، حتى احنا خسرين الماتش ده في الشوط الاول 1، الجمهور مسندنا بطريقه غير طبيعيه يعني يا كابتن. صحيح. اتفضل. فده دافع كبير جدا، احنا عايزين نعمل حاجه نادي الاتحاد السنه دي ان شاء الله كلاعبين. يعني الفريق على بعضه السنه دي تحسه فريق فعلا كامل، يعني دايما كان الاتحاد يخش الموسم وعنده مثلا نقصان في خط الدفاع، عنده مشاكل في الهجوم، مفيش سترايكر، مفيش جناح، يعني دايما يبقى فيه نقصان. السنه دي تحس ان الاتحاد فرقه كامله. بالظبط زي ما حضرتك قلت كده، ده برضو بيرجع يعني مشكورا طبعا الحاج محمد مصلحي والاداره اللي معاه طبعا، ان هم وفروا كل حاجه للفرقه في ظل الظروف. يعني طبعا اكيد النادي زي ما انت قلت من شويه اكيد بيمر بازمه، بس انت معاك واحد مش محسسك بالكلام ده. صح، معاك رئيس نادي بيحاول يوفر كل حاجه للعيبه. صحيح، هو مش محسس اللعيبه باي ازمه وباي حاجه. فطبعا احنا بنشكره طبعا ان هو في ظهر اللعيبه وظهر الفرقه. معانا جهاز فني طبعا على اعلى مستوى الصراحه، يعني كل مباراه من اول يوم بنشتغل في الاسبوع للمباراه بيهتم بكل تفصيله في المباراه، كل تفصيله في الماتش. هندافع ازاي؟ هنهاجم ازاي؟ هنلعب مثلا 3 4 4 4 3 3 مثلا. طب الماتش هو شغال مثلا ممكن نغير 4 4 2، كل ده بنتمرن عليه. والنهارده احنا غيرنا طريقه اللعب في المباراه وهي شغاله. كل الحاجات دي يا كابتن كريم بتفرق طبعا مع كتيم وكفرقه، زي ما انت قلت حضرتك فرقه متكامله، اللي بره قاعد مركز ينزل يغير في طريقه اللعب ويغير في النتيجه. صح، فدي حاجه كويسه جدا كتيم. دكه عندك تقيله بره، عندك لعيبه زي جوه الملعب زي ما انت قلت على اعلى مستوى. فدي الفرقه الكبيره. طيب انا الفرقه اللي عايز تعمل حاجه السنه دي. صح، تعمل حاجه السنه دي بقى، تعمل ايه السنه دي؟ يعني الاتحاد طموحه ايه؟ انتوا كفريق طموحكم ايه في السنه دي تحديدا؟ يعني احنا كلعيبه بناخد كل ماتش كل مباراه بمباراه. احنا بناخد مباراه كؤوس، احنا ما ينفعش نطلع كل اي مباراه يعني تبقى خسران. فاحنا ان شاء الله عايزين نخلي الاتحاد ده في حته كويسه ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله من اول السنه نكون في الاربعه اللي فوق باذن الله. باذن الله تبقوا موفقين ورائعين كالعاده يعني. طيب انت تحديدا بقى، النهارده وانا بتفرج على المباراه عمال اقول والله بجد من نفسي كده، يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني الحاله البدنيه بتاعتك والحاله المهريه طبعا موجوده، بس الحاله البدنيه انك محافظ عليها بالشكل ده شيء رائع يا كابتن صبري. اكيد طبعا يا كابتن، الحمد لله. يعني زي ما انت حضرتك قلت، الواحد لازم يحافظ على نفسه جامد بدنيا، وبعد كده الفنيا بيبقى ايه، انما الجهاز البدني هتقدر تعمل فنيه. صح، فانا مش انا بس اللي جاهز بدنيا، الفرقه كلها. كان مستر زوران عامل هو كابتن كريم السنه دي عاملين فتره اعداد على اعلى مستوى. فما شاء الله اللعيبه بتادي في الملعب من اول دقيقه لاخر دقيقه بنفس المستوى نفس الاداء. فدي حاجه زي ما قلت لحضرتك من شويه، ده هم اشكروا عليها من اول السنه، هم شغالين شغل كويس جدا، بيهتموا بكل التفاصيل. فمش انا موجود هنا بس والله كابتن كريم، موجود الفرقه كلها. طيب عينك زغللت على المنتخب تاني ولا خلاص كده؟ الله ربنا يكرم اي حد، شرف لاي حد يكون موجود في المنتخب. يعني شرف لاي حد موجود برضو، ده شرف ليا مش موجود خير برضو يعني. ما لا انا عارف شخصيتك، انا عارف شخصيتك، انا عارف ان انت يعني بتسيبها ربنا كل حاجه، بس بالزبط. انت حاسس انك قريب، حاسس ان انت ممكن تبقى موجود مع المنتخب؟ بص يا كابتن، هو طموح لاي حد موجود في المنتخب، يعني مالهاش علاقه بالسن خالص يعني، فاهم؟ مطموح انت بتشتغل وبتجتهد وتعمل اللي عليك.
الحمد لله مش موجود برضه، الحمد لله انت بتراعي ربنا في شغلك وبتحاول تجتهد وتطلع اكتر اقصى حاجه عندك، صحيح فعمر ربنا بيضيع على تعب حد، صحيح كابتن. فده اللي انا شايفه يعني. اتفضل كابتن صبري الرحيل، بهنيك على مستواك الشخصي ومستوى الاتحاد هذا الموسم، وبشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. كابتن صبري الرحيل قائد فريق الاتحاد السكندري، يا جماعه تابعوا الاتحاد، كل اللاعبين مميزين، كل اللاعبين مميزين. محمود علاء قبل المشكله اللي حصلت، الطرد والايقاف اللي حصل له ما لعبش المباراه ديت، بس محمود علاء كان متالق جدا، صبري الرحيل متالق جدا، مروان عطيه متالق جدا، اسن اموتو متالق جدا، وبلولو متالق جدا، انا الاسماء اللي بفتكرها، بس الفرقه كلها حلوه. اتفرج على الاتحاد فرقه حلوه، كل لاعب على حده لعيب حلو. انا اتصور انه وارد جدا انه في المعسكر القادم لمنتخب مصر ممكن يبقى على الاقل في لعيب من الاتحاد على المستوى ده، على المستوى ده اتصور يعني، الله اعلم في ما يدور في تفكير روي فيتوريا مدير فني المنتخب مصر.